Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bir video ile haddarız Türkiye ile Türkçe 4. sınıf. Ve sallan maral madi hendi metin hada bir bir fincan kahve. Fincan kahve. Anadolu'nun genelliksel konukseverliği dillere destandır. Yani karam konuksever كرم او او كرم الضيافي او المضياف ممكن تجي بمعنى المضياف يعني اللي بيحب الضيوف يعني او الضيافي او الكرم كرم الضيافي مثل ما حكينا يعني كرم الضيافي الموجودة بالاناضول آه هو آه شيء آه اسطوري شيء اسطوري يعني كرم الضيافه التقليدي تقليدي يعني الاكسيل آه هو شيء اسطوري ديستان اسطوره Ne var ki şu mekan Bu konuk severlik önce kahveden başlar. Avşi belşo bi el kahve. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran dostunuz neden acı kahve diyemez diyemezsiniz. Yani hani kahve mırra. Bes leş ma bu kulu la kahve mırra. Khusallama belek tid'i hadi min yani. بؤچلك تا يلار يل سوري بير تاتللك يعني هي قهوة مرة بس فيها الطعم الحلو يعني خلينا نقول يعني من من عدة سنين من سنوات كتير بعيدة فيها حلاوي هالقهوة هاي هو المعنى معنوي يعني يقوم ببير دوستلوك فاردر في أصدقاء في دوستلوك واردر في أصدقاء قريبين يعني بو أنادولو أنا دولو دا لهذا السبب في الأناضول بير فنجان كاهفينين كرك كركيول هاترا هاتر 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 واردر يعني فنجان القهوة الواحد إلو ذكرى بدل إلو ذكرى أربعين سنة يعني الفنجان اللي بتشربه ما بتنسى طعمته بأربعين سنة سوزو هير يرده هير زمان سوي سيلي يعني هذا مثل كلام او مثل هني بتناقلوه من جيل لجيل وبكل وقت تاريختشي المؤرخ تاريختشي لير المؤرخين تاريختشي ليرين فيرديغي فيردي بيلجي ليري جوري على حسب المعلومات اللي قدموها المؤرخين قهوة ilk olarak 16 altinci القهوة بالقرن القرن 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 السادس عشر عثمانلي devletine جيرمش في Anadolu'ya yayılmıştır. هي دخلت القهوة إلى الدولة العثمانية وبلشت تتوزع أو تنتشر يا يعني انتشرت في مناطق الاناضول كافي كانوني سلطان سليمان ديفرين دي اذا القهوة بزمن السلطان سليمان يمن إلى الكين اسطنبولا جاتيريل مش. مش يعني هي جابوا القهوة من اليمن الى الاناضول إلى إسطنبول من اليمن إلى إسطنبول في زمن السلطان من قلنا هون السلطان سليمان طيب في إيتشيل ميشتر وشربوها جابوها أول مرة إلى الأناضول وإلى عفوا إلى إسطنبول وشربوها ده سون را لار تجار لار لار إلي لأوروبا يا في يا يلمشتر بعدين التجار صاروا بايديهم ياخذوها ويوزعوها في اوروبا من اليمن الى اسطنبول بعدين الى اوروبا والى كل الاناضول كافي اسطنبول في اناضولون اناضولون جنلوك حياتنا جرمش يعني القهوه هون بهذا الوقت بالقرن السادس عشر عم نحكي دخلت الى حياه السكان الاناضول اغمه gibi مثل الخبز اه سوجي بمثل المي احتياج ماده لري arasında yer المشتر اخذت مكان مثل مثل القهوي و مثل, مثل الخبز والمي بحياه سكان اناضول اسطنبولدا ااغلان yazlık ve كاه قهوه حانeler انفتح فتح قهاوي في تم افتتاح قهاوي في اسطنبول هالقهاوي هاي بو كاهفي لي طبعا قهاوي صيفية وقهاوي شتوية يعني بو قهوة هاني ليردي قهوة جي <hesitation> جيلينك في غيريني جرن... ليري يعني بهال- بهالمقاهي هاي بهالمقاهي هاي من عادات وتقاليدهم yerli ve yabancı bek çok yazar yazara konu olmuştur yani eee ve محليين كتبوا والكتاب كتبوا كثير عن هذا هاد الشيء هذا تقديم القهوه هون عم يحكوا عن القهوه التركيه طبعا الى طبخه معينه او الى شيف معين يعرف يطبخها مثل ما هلق راح يحكوا جيرتشيكتين دي كيرتشيكتين دي اوستا الر دي اوزيني بيزيني بيشير قهوة كهفي ليري ميزين شهرتي شهريتي دنيايا يا يلمش بيرينج بيرينج تشيفي ليردي تشيزفي بشيري ليرك يعني القهوة التركية هون انشهرت كتير انتشرت كتير بطريقة طبخة معينة بعناية زينة بعناية بطريقة طبخة معينة انتشر انتشرت كتير وانشهرت بطبخة بركوي ركوي من برينج من النحاس الركوي من النحاس كاب كالب عفوا كولبسوس يعني بدون ايد بتتقدم بفنجان بدون يد كولبسوس سوز كا كالا يعني هذا الفنجان اللي بدون ايد اسمه كالافي فنجان لاردا لين بيشربوها بالكالافي بي بالفنجان اللي بدون إيد سادة سندين شوك شكر شكر لي سينة تورم تورم اه كوكان يعني تتراوح من السادة إلى شوك اه شكر لي يعني سادة أز شكر أورتا شكر شوك شكر لي شوك لي مثلاً تتراوح اه من السادة من القهوة من السادة إلى توق شكرلي أه وريحته بتضل فايحة بورا بورام بورام توتين كافيلير هون القهوة هون عندنا القهوة المدخني خلينا نقولها تور كافاسي أضيلا دنيانن هير يرينده أرانر المشتر يعني صار تم البحث عنها باسم ترك قهوة انتشرت باسم ترك قهوة هي قهوة تركية بكل الدنيا صارت تعرف هالقهوة أه هي اللي إلى طبخة معينة وأصول معينة أه وبينقلها القهوة التركية بقول إيش دوست زيارتين دي إكرامن باشنو أه تشيكن قهوة أه يعني هون لما لما بتروح هالايام هي هلا لما بتروح لعند واحد من اصدقائك او أه بكونك ضيف يعني اول شيء بتقدم هو القهوه اي أه لي جاليش بشير الماز يعني ما بيتم طبخه أه بشير الماز ما بيكون ما بتم طبخه بشكل عشوائي يعني بشكل فوضوي او عشوائي يعني كيف ما كان بشريلسة إذا بتم طبخها بشكل عشوائي كونوا سايقسزلك سايلر يعني بنعد هوني عدم احترام للضيف إذا تم عمل القهوة بطريقة عادية يعني بدون عناية معينة وطريقة معينة أصلندا كهوه إيش دوست أركاداشن sohbetine كابوت açar. Zaten القهوة في الواقع هي مفتاح لحتى ينفتح الحديث مع رفيقك أو مع صديقك اللي جاي لعندك فهي بكون مثل الباب يلي بيفتح الحديث يلي جاي يحكي فيه دها دور سو سوهبتين سوهبتين اون اونوردو يعني بالاحرى هي بتجي قدام الموضوع قدام الحديث قبل ما يحكوا شيء بتنعمل قهوه وبيشربوا قهوه كافينين بير باهانة بير باهانة استني لين دوستلار لار لا صحبت اتمك اولدونو ifade eden şu beyit dillerden دي لردين düşmezdi. دوش ميز دي يعني اه يعني هون بحانة عذر خلينا نقول يعني القهوة هي عذر لحتى الواحد يروح يفتح موضوع مع حد معين أو يصير ضيف عند حد معين هون شو عم يقول جنول يعني القلب ني كافي استر ما بده قهوة ني قهوة هاني قهوة هاني ما بدو المقهى القهوي ال... بها الكراسي والطاولات وكذا بكون فاتحين قهوة يعني يعني المقهى جنول صحبت استر قهوة بهاني يعني هو القلب بدو دردشي وحكي إنما القهوي هي بكون عذر لهذا الشيء سكنتلي سكنتلي جنلرين ياننا او مراميان دوستارنا بير شايرين شو شعارسه نيكادار قدر يعني هون البيات هي هلا بدها تحكي عن الـ 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 الاصدقاء يلي ما بيجوا بالايام الصعبه لعند حدي معين يعني حدي بمر بايام سيئه او بايام صعبه ما بمر عليه أصدقاءه أه فشو بقولو بتقول هلا على الابيات هاي بدها تقول انه تعال عنا نحن قهوي انا اليوم أه مريت بيوم كتير صعب أه والاصدقاء بمروا بايام أه بكونوا مارين بايام مليحه حلوه يعني لريم بشيتي بشيتي قال طبخت القهوه عملت القهوه تعال طش taştı gel el, el, el yani köbük fuqaat e, tafit taştı ta, gel e İyi i gününü günün dostları yani iyam helvi inşallah ya azdiqai kötü günüm geçti gel yani, ya, khaleş, e en içilen bir fincan acı kahve ama kırk yıl hatırır فار يعني الناس اللي شربت هالقهوة هاي بالأناضول القهوة المرة بيضلوا يتذكروها لأربعين سنة إيتشين لير هاتر هات إيتشين لير الناس اللي شربت هاتر سايما سايما سنة يلي بتذكر هذا الشيء جنول الماسنه بي بيلين لير إيتشين من ش من أجل إنه الناس يلي أه عند الشجاعة وعند القوة أن تذكر هالشيء هذا هون أه هي كمان بيجي بيتين شعر كافينين يزو كارا القهوة أه وجهها أسود كيم دمش كي إتلمز مين قال ما بتنشرب أه جنلو أك يعني قلبه أبيض ديلي طاتلو لسانه حلو خاطرندان كتشيل ماز ما بتمروح من خاطري أو من ذاكرته أنا دولو أنا دا كونوك سيفيرليغي باشنا قهوة شاكر دمشتك يعني المحبة الضيف أو الضيافة بالأناضول هي بالمرحلة بالمرتبة الأولى خلينا نقول هو القهوي حكينا عن هذا الشيء غير شكتين بالحقيقة فعلا عن جد هي هيك كونوك اولدونوز كاي في كاسابا كاصابا لاردا بير كاهفي ايشير ايتشير ميدان سيزي براك مازلار يعني اذا بتروح بتكون بتصير ضيف او بتنزل ضيف على حدي بشي ضيعه او بشي قريه او بشي منطقه صغيره يعني ما بتركوك بدون ما تشرب القهوة E, yolunuz bu tö, 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 tö tü, reyi, bu töreyi e, sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse yani ide bir ruh şey mantık men hal manatik hay li saat unda hal ola ikramları e, geri çevri, çev, çevir çev ينزل ديروا بالكم انكم ما تشربوا القهوه تردوا الشيء اللي بتقدم لكم القهوه اللي بتتقدم لكم انا دولون يعني لا تكسروا بخاطرهم هني ما عندهم عيب عيب كبير يعني انا دولون جونلو ان جي انجينير يعني لا تاذي قلب الاناضول بو جنل سيزين لا دير هذا القلب معاكم بهالطريقة هاي ان شاء الله تعالى يكون حسنت اني اترجم قدر المستطاع قدر الامكان يكون حسنت اني افيدكم بشيء رح اعملكم فيديو ثاني عن الاسئلة كاملة ان شاء الله ربي يحميكم و جميعا والسلام عليكم ورحمة الله